الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تقرأ على الماء والزيت في بيتك بإذن الله عز وجل؟ طريقة سهلة جدا، لا تحتاج الذهاب إلى راقي أو غير راقي. الطريقة سهلة جدا بإذن الله عز وجل، ماشي أي واحد عنده الإمكانيات باش يمشي عند الراقي باش يقرأ لي على زيت، ماشي كل واحد خدام. شحال من واحد كيعاني من المرض، شحال من إنسان وإنسانة كيعاني من المرض، كيمشي عند الراقي كيحسب ليه قرعة ديال زيت العود مقرية فيها سورة الفاتحة 300 درهم، 6000 ريال، وربما بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يبيع لك 5 لتر ديال الماء فيه سورة الفاتحة ب 300 درهم، وهذا لا يجوز شرعا. مالك شنو عندك؟ شنو كتبيع انت؟ كتبيع الذهب والفضة؟ طريقة سهلة بإذن الله عز وجل، قرعة ديال الزيت، قرعة ديال الماء، يكون أكبر من هادو شوية، تقريبا نصف لتر أو لتر من الزيت، زيت الزيتون. للتنبيه، زيت الزيتون يكون زيت زيتون أصلي، زيت زيتون أصلي 100%، ما يكونش الزيت اللي كيتباع في الحوانت ديال القرعة من بالي ديال الشركة. هذا لا، هذا غير نافع، هذا ماشي هو اللي قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا الزيت وادهنوا به، كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. يكون زيت زيتون خالص 100%، والحمد لله موجود. الطريقة سهلة بإذن الله عز وجل، تقرأ سورة الفاتحة. أولا النية، هاد الزيت هذا علاش بغيتيه، وهاد الماء هذا علاش بغيتيه، يعني تكون النية ديالك بإذن الله عز وجل للشفاء، النية ديالك للشفاء، والنية ديالك لهلك هذا الخبيث الجني المتمركز في بدنك، يكون خادم سحر أو عين أو حسد أو مس عاشق، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء للجميع. فالطريقة سهلة جدا بإذن الله عز وجل، النية أولا، استحضار النية أنك تنوي به الشفاء بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ سورة الفاتحة. والقراءة على الماء أو الزيت، القراءة على الماء والزيت فيها جوج ديال الأنواع. الأول أنك تقرأ آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هكذا تبعد، يعني تبعد القرعات، تبعدهم على فمك، ماشي بالضروري دير ليهم، ماشي بالضروري دير ليهم عاد تبدا تقرا، لا، واخا تبعدهم واخا تحطهم هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. أو تقرأ سورة الفاتحة كاملة، تنفث سورة الفاتحة كاملة، تقرأها مرة أو مرتين أو ثلاث أو 4 مرات إلى 7 مرات، يعني بدون تقييد بعدد، إلى 7 مرات بدون تقييد بعدد. وتقرأ ما تيسر من كلام الله عز وجل، تقرأ ما تيسر من كلام الله عز وجل. تقرأ آية الكرسي إن كنت يعني تحفظ آية الكرسي، تقرأ آية الكرسي، تقرأ قل هو الله أحد، المعوذات مرة أو مرتين أو ثلاث، إلى ما كنتيش قاع حافظ، إلى ما كنتيش حافظ، ما حافظش غادي تشد المصحف، هذا ليس بالمصحف، غتشد المصحف وتأخذ الصورة اللي بغيتي. مثلا أنت بغي سورة البقرة، تقرأ سورة البقرة مزيان، سورة البقرة نعمة من الله عز وجل أن تقرأها على الزيت والماء. تقرأ سورة البقرة كاملة، تقرأ صفحة صفحة أو صفحتين صفحتين، تقرأ صفحة أو صفحتين وتنفث، تقرأ صفحة أو صفحتين وتنفث، أو تقرأ سورة الصفات كاملة كذلك صفحة أو صفحتين أو تنفث، أو سورة طه أو ما يعني، أو ياسين أو الدخان أو
يعني اللي كان من كلام الله عز وجل. هذه هي أسهل طريقة بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.